يعطيك العافية جميع. استكمالا للي وقفناه خلال البارت الأول فيما يتعلق بالفورم، بعد ما أنشأنا كيف مع بعض ممكن نعمل تشيك بوكس، بدي من كل واحد فيكم بس يحاول يعمل تشيك بوكس، يحاول أيضا يطبق أوبشن اسمه، يتعلم عن إشي اسمه أوب جروب أوبشن جروبس، ويتعلم كيف الهدف منها وكيف أنا ممكن أستخدمها مع السيلكت. وطبعاً أنا بدي إياك تفوت على w3schools.com مثلاً وتشوف كيف بيستخدمه، وجرب استخدم بنفسك هذا الأوبشن جروب، شو معنات هذا التاج بنستخدمه داخل السيلكت، وبالنسبة للأوبشن أوريدي شفنا مع بعض كيف إحنا ممكن نطبقه. لاحظوا التشيك بوكس، شفنا مع بعض التشيك بوكس، حاولت اني اطبق لك التشيك بوكس على سبيل المثال، وهذا مثال اخر. لكن بدي اتعرف على خاصيه مهمه جدا للتشيك بوكس. طبعا التشيك بوكس بيجي معاه، طبعا لا تنسوا انه هو من انواع التايب، وبالتالي انه انا بلزمني اني احط النيم له، وحكينا النيم اهميه استخدام هذا النيم راح يكون في الفيجوال، خلينا نقول هو مهمته في الجافا سكريبت، وهذا ممكن يجي معاه ايضا خاصيه مهمه شيء اسمها الفاليو. طبعا القيمه المقصود فيها الفاليو هون، وهي مش راح نحكي فيها بالجزئيه هاي، راح تاخذها بجزئيه السيرفر، هي بتستخدمها في مرحله الديزاين، لكن بالسيرفر هي بيكون لها شغل، هي القيمه اللي راح تتمرر للسيرفر وتتخزن داخل السيرفر. اوكي، مثلا اجيت حكيت له انه تشيك بوكس اختار هون اللغه اسبانيش، مثلا قلت له اسبي، انت الان بس تيجي تختار اسبانيش وتعمل على كليك على بوتون سبميت، بس يجي نضيف بوتون، راح القيمه هاي الفاليو راح تتمرر وهي اللي تتخزن للسيرفر في 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 السيرفر بهذا الموضوع. تمام، هذا فيما يتعلق ب خلينا نحكي التشيك بوكس. بدي اياك تجرب انك تستخدم مع التشيك بوكس مع خلينا نقول او مع الاوبشنز هنا الاوبشن جروب او ما يسمى بهذا الشكل اوبشن جروب. جرب استخدم الاوبشن جروب، كيف انت بتستخدم هذا الاوبشن وهذه الخاصيه اللي موجوده عندنا. تمام، شغله اساسيه ايضا انا بدي نحكي عنها بما يتعلق بالانبوت، الا وهي الريدو بوتون، وهذا كل يوم بس نيجي نعمل اكونت بقول لك اختار مثلا جندر ميل فيميل وريفر، كل هذه التصنيفات. هذا شو الفرق بينه وبين التشيك بوكس؟ التشيك بوكس بيسمح لك انك تختار اكثر من خيار زي ما عملنا، انا بحكي عربي وانجليزي واسباني على سبيل المثال، اما هون في الراديو بوتن بيسمح لك خيار واحد فقط، يا ترو يا فولس، ما نوع مثلا شو النوع ذكر يا انثى، ما في اي مثلا خيار ثالث، فقط خيار واحد فقط مثل اجابات الاسئله المالتيبل تشويس، انا بس اختار مجموعه من الاسئله المالتيبل تشويس بختار واحده من الاجابات الصحيحه. اوكي، فالآن كيف أنا ممكن أعمل الراديو بوتون؟ هو من نوع من أنواع خلينا نقول الانبوت، وهذا الانبوت اسمها ما يسمى بالراديو، نسميها راديو. لاحظوا خليني أبدأ بالجدول هنا تحت، اسمحوا لي أني أعمل صف جديد وبدي بداخله عمود جديد، وإحنا حكينا ليش؟ لأنه فيها ترتيب. جيت قلت له انبوت، بدي أحط داخل هذه الخلية اسمها، خلينا أول شيء نحط اسمها قبل الانبوت، قلت له هون بدي اختار الجندر على سبيل المثال، بالجندر الان انا هذه هي سيف، بس خليني اخزن. اوكي، واعمل ريفرش، لاحظوا الان جندر، قلت له داخل الجندر هنا التي دي اللي موجوده عندنا انبوت من نوع ايش؟ راديو. تمام، هاي كنترول اس، هاي سيف، هاي راديو، لدو كيف شكلها دائري، وحتى انا بقدر اعمل راديو شو؟ والله اختار يا ذكر ميل مثلا يا فيميل، مثلا خلينا نضيف كمان واحد ثاني بنفس خلينا نضيفه بنفس خلينا نقول الخليه ايضا تي دي، عفوا نفس الخليه انبوت من نوع راديو اكيد. اوكي، اذا حاب انك تعطي اسم، واتفقنا هذا الاسم راح نستخدمه في الجافا سكريبت فيميل. اوكي، ونسكر هذا العمود اللي موجود عندنا، راح يظهر لنا خيارين ميل او فيميل، انا بدي اختار يا ميل يا فيميل، بس لاحظوا ايه سمح لي اني اختار الاثنتين مع بعض، طيب ليش ما بقدر اختار اوكي وحده؟ لازم اختار وحده، هيك المنطق، حتى يسمح لك انك تختار وحده لازم كل جروب يعني كل مجموعه من الراديو بوتن تعطيهم نفس الاسم، فبالتالي هذول اللي هم نفس الاسم بقدر اختار وحده منهم، فباجي هون بعطي اسم مثلا هذا سميته جندر اختاره، وهي هون كمان نفس الاسم جندر، اوكي
كنترول اس ريفرش. تفرج الان انا بقدر اختار واحده فقط، شايفين خيار واحد وما بقدر اشطبها، يعني مش زي تشيك بوكس اللي انا بحطه بعدين برفض وما بديش اياه، فلازم اختار واحد من الموجودين. عادة لو فرضت انه جميع اللي بيدخلوا على السيستم معظمهم ذكور، فبدي الديفولت فاليو تكون له ميل، ماشي، ما بديش ينساها ما يختارش. في عندنا اتريبيوت برفقه اسمها تشيكت، اوف فاليو تبعتها تشيكت، تب دبل كوتيشن ريفرش. فرج الان اوكي هاي اخترت فيميل ريفرش، بس افتح مباشره اختار لي تشيكت مين هي تشيكت الموجوده عندنا. ليش لا نعمل تشيكت؟ لو فرضت انه كل اللي بيحكوا عندي بيحكوا لغه انجليزيه تمام، بس يجي عب يعني اجباري بدك تكون عامل تيك على هاي، بعطيه ديفولت فاليو على سبيل المثال برضه اسمها تشيكت، وهذا كمان في تشيك بوكس. لاحظوا الان كيف بالنسبه للغه الانجليزيه هاي ريفرش مباشره انه اختارها تلقائيا، هاي الديفولت فاليو القيمه الافتراضيه اللي اختارها، وهذا بنسميه تشيكت تشيكت بهذا الشكل اللي احنا اخترناه. اتمنى انها تكون هذه الفكره وضحت فيما يتعلق كيف انا ممكن اختار اعمل تشيك بوكس او راديو بوتون وشو الفرق بيناتهم، وانه هون لا تنسى بالراديو بوتون لازم اعطيهم نفس النيم اللي موجود عندك، هذه انبوت هاي انبوت اللي موجوده عندنا تمام. اوكي خلينا ايضا نشوف مجموعه الاوبشنز الثانيه. اوكي هاي هي في عندنا الانبوت من نوع بوتون، وهذا البوتون اللي بيظهر عادة بس تيجي انت تضيف مساق، تحذف مساق، اضافة مساق، حذف مساق، تسجيل، دخول، لوجن، اوكي، ساين اب، تسجيل، اوكي، او الاشتراك، سبسكرايب، تعمل كليك على بوتون. في عندنا ايضا نوع من انبوت البوتون، وفي عندنا ثلاث انواع من البوتون يعني معا. في عندنا السبميت، وهذا المسؤول عن انه ياخذ البيانات اللي انت دخلتها داخل الفورم ووديها للسيرفر حسب نوع الميثود اللي انت مستخدمها. ريست بروح بفضي لك الفورم اذا كان مليان، يعني مسح. بوتن عادي انت تعطيه الوظيفه اللي بدك اياها، يعني بدي اعمل ايش، يعمل لي على سبيل المثال اضافه، بدي مثلا يحذف لي، بدي يغير لون، انت بتعطيه الوظيفه تبعتك على سبيل المثال تمام. والبوتن على فكره ممكن يكون صوره، ممكن يكون بوتن عادي يعني بهذا الشكل، ممكن يكون بوتن بهذا الشكل، هذا بوتن مثلا سبمت، هذا بوتن اضاف، ممكن احط صوره واحوله لبوتن على سبيل المثال، ممكن اضيف عليه ايفنت، وراح نشوف مع بعض كيف ممكن خليني اعمل هذا البوتن على سبيل المثال. خلينا نشوف، اجيت انا قلت له هون بدي اعمل بوتنز، ما اوكي انبوت، خلينا اعمل سطر جديد، سوري سطر جديد اوكي، وداخل هذا السطر الجديد خليني اضيف العمود تي دي اللي بدي اياه تمام، وخليني هذا التي دي هاي الخليه بدي اياها اسبان مثلا، كولوم تتذكر الكول اسبان لتو مشان اوسعها، انا بدي اوسعها عمد متعمد مشان ناخذ الخليتين الموجودات. جيت قلت له داخل هذه التي دي الموجوده عندي بدي اضيف بوتون انبوت، لاحظوا لكن النوع تبعه سبميت، وهذا المسؤول عن ارسال البيانات من الكلاينت الى السيرفر زي ما احنا خلينا نقول راح يظهر معنا تمام. هذا فيما يتعلق بهذه السبميت نيم، خليني اعطيه اسم، اجيت حكيت له كنترول اس تخزين، اتفرج راح يظهر معي بوتون وسماه لحاله ارسال، لانه الواجهه عندي باللغه العربيه، لو باللغه الانجليزيه بسميها سبميت. طيب اجى واحد قال بدي اسميه ارسال، بدي اغير اسمه، بقول له بتعرف تغير اسمه، وراح نغير اسمه الان. خلينا نجرب نوع ثاني من البوتون الريست اللي مسؤول عن عملية مسح البيانات الموجودة. أوكي تمام، هاي إعادة الضبط، خلينا نحكي هذا إعادة الضبط اللي هي مسح، يعني الآن لو اخترت بيانات، اتفرجوا اخترت بيانات إلى آخر سيريا، غيرت اللون للون أحمر، هنا دخلت النص اللي أنا بدي إياه وغيره وغيراته، قلت له إعادة الضبط، شطب كل شيء من الخيارات اللي أنا اخترتها. أوكي شطب كل شيء، شطب كل شيء، ارسال لا باخذهم ارسال وبوديه اللوين للسيرفر اذا كان في عندنا سيرفر، او بنسلهم من مكان الى مكان تمام. في عندنا نوع اخر من البوتون، هذا برضه الديفولت، ولكن انت بتعطيه وظيفه يقوم فيها، وهذه الوظيفه يا جماعه هي خلينا نحكي بوتون بوتون بي يو تي تي او ان تمام،
هذا هو البوتون حتى تلده ما بعطي اسم. انت بدك تعطي اسم، كيف تعطي اسم؟ خاصية اسمها الفاليو. مثلا قلت له هذا اد اضافة اللي يعني اضافة مساء. طب كيف بدي اعطيه وظيفة لده؟ كيف ظهر بدي اعطيه وظيفة يقوم فيها؟ بس اجي للجافا سكريبت راح نتعلم كيف احنا ممكن نضيف له وظيفة خاصة فيه. طيب واحد قال هاي اعادة الضبط بدي اغير اسمها، بقول له بصير اعطيه فاليو مثلا سميها كلير مسح، تمام ريفرش، هاي يعمل غير اسمها كده. هذا بدي اغير اسمها، بقول له غير اسمها بالطريقه اللي انت بدك اياها. فهذول كيف انا ممكن اعمل امبوت ثلاث انواع من البوتونز. والبوتون دي يا جماعه ممكن يكون صوره على فكره، يعني انا ممكن اجيب صوره واحطها لهذا البوتون وبالتالي اني احولها لكليك، بس اعمل كليك عليها يودينا على اوبشن معين امبوت ولكن من نوع ايمج. اوكي، وهذا طبعا بيلزمه شايفين ظهر صورة ما مكسوسة، لكن شو بدي أجيب إيش السورس تبع هذه الصورة. على سبيل المثال لو كان عندنا صورة بوتون بس لسه إحنا ما عندناش بصورة بوتون images، تذكروا هذا طلعنا ليفل أعلى وصلت للفولدر images، تذكر شو أسماء الصور اللي كانت موجودة عندنا أوكي في داخل الفولدر. بس خلينا أشوف شو images، نفرض إني أخذت images تبعت أنس او ايد، هاي ايد كارد ذكر انه كانت مش عارف بي ان جي او جي بي جي، مش ذاكر بصراحه الامتداد تبعها شو كان. خلينا اشوف الداد. اوكي بينك اوكي، حتى تظهر الصوره. واتوقع ان التعامل مع الصور والايمجز صار بالنسبه لنا امر سهل وما في عندنا اي مشكله يتعلق. لاحظوا بس اشر عليه بالماوس حجمه كثير كبير، مثلا ويدث 5% خليها عشان نصغرها على شكل بوتون. اوكي هي طلع بس اشر عليها بالماوس اخذت شكل بوتون، حتى بس تعمل كليك عليها لده كيف ظهر الاطار وكاني عملت بريست عليها لجوا، وحتى عمل ريفرش للفورم يعني اعاده تحميل. ليش؟ لانه من نوع زي مو نوع سبمت. اوكي فانت ممكن صوره معينه تعملها على شكل بوتون وانت تتحكم فيه. هذا فيما يتعلق بما يتعلق بالبوتونز اللي موجود عندنا، وتجرب انت تعمل هذا البوتون وتطبقه عندك. تمام، تذكروا قلت لكم انه هذا البوتون الهدف منه انه يودينا على فورم ثاني، على مكان ثاني، ينقلني على صفحه ثانيه او ينقل البيانات من والى من الكلاينت الى السيرفر واستقبل هذه البيانات. طيب كيف بدي اعرف انه بس اعمل كليك على هذا البوتون يوديني على مكان ثاني او يوديني على صفحه ثانيه؟ هذا بيتم يا جماعة مش من خلال هايبر لينك أعمل كليك على البوتون، لا، من خلال خاصية بنسميها أكشن. وين بحط هاي الأكشن؟ كأتريبيوت للنموذج للفورم هون بحطها. فيجيت حكيت له إنه على سبيل المثال أكشن، هاي أكشن تمام، والأكشن قلت له وديني على الصفحة اللي اسمها بيج 2 على سبيل المثال دوت HTML. تعرفوا الآن بس أجي أعمل كليك على Submit Button الموجود عندي هون وأختار البيانات وعملت له إرسال، أوكي؟ وعملت له إرسال لده وين وداني؟ وداني على الصفحة الثانية. إحنا يا إما هي مش موجودة بنفس الفولدر يا إما موجودة بمكان ثاني، لذلك ودانا على Broken Image. بس خلينا نشوف وين موجودة، شو الصفحات الموجودة عندنا. Pages، هاي Page 1، ما فيش عندي Page 2، خليه ودينا على Page 1. أوكي؟ سيف، بس مشان افرجيك انه بنقل هذه البيانات. طبعا له طريقه بنقدر نستقبلها هذه البيانات بالصفحه الثانيه، تمام. ريفرش، فرجوا ارسال ودانا على الصفحه الاولى. ولو مشيت باللينك اللي موجود عندنا لاحظوا ونقل البيانات لده فوق، بدي اكبرها شوي، بدي تنتبهوا لي فوق بالنسبه لها لده ودالي جندر اون، لان انا مختار مثلا الجندر في ميل اور ميل، اختار لي اون على سبيل المثال له للفيل ميل او فيميل. بدي افرجيكم شغله ثانيه. الآن جيت على تايب تكست بوكس هذا اللي هو اللي موجود عندنا هون داخل هذا الفورم، اللي نرجع باك هي هون فيرست نيم، قلت له هون ضفت له اتريبيوت يا جماعه. اوكي شو اسمه هذا؟ ضفت له النيم. اوكي شو اسمه هذا؟ هذا خاص بالفيرست نيم اللي موجود عندنا بهذا الشكل. جيت دخلت له والله ماي فيرست نيم انس، ماشي. اوكي انتبهوا لي لللينك، طبعا لازم اعمل ريفرش، انا عملت ريفرش ما عملتش ريفرش، هاي سيف هاي ريفرش عشان اطبق التغييرات. قلت له المهم انس لده الان على اللينك اللي موجود، عملت له ارسال طلو عشان عملت له اعطيته نيم اسمه اف نيم ايكوال ايش انس، اخذ القيمه اللي انا كتبتها داخل التكست بوكس ومرر لي اياها بعد اسم الرابط بعد اشاره الاستفهام الموجوده.
اوكي نفس الشيء لو اجيت على الانبوت الثاني هاي اهميه النيم انه بنقل البيانات وبقدر استقبل البيانات وروح نطبقها بس نصل للجافا سكريبت. اجيت على النيم هون قلت له هذا اللاست نيم على سبيل المثال ريفرش اللي موجود عندنا اوكي ارسال هاي البيانات تمام هاي هنا البيانات اللي موجوده عندنا هاي ريفرش الموجوده اوكي هاي فيرست نيم انس لاست نيم مثلا علي وجيت حكيت ارسال تمام لده هنا كيف بس ودى البيانات اف نيم اوكي انس وهاي النيم علي شايفينها كيف مرر لي اياها وربط بيناتهم باند اشاره الامبرسنت هاي ان هاي دلاله انه بيقدر يمرر هذه الصفحات مع بعضها البعض. طبعا يجي واحد يقول طيب لو كتبت انا كلمه السر راح يمرر لي كلمه السر طبعا هل هذا منطقي انه يمرر لي كلمه السر؟ بقول له نو مثلا هاي بدي اكتبها باسورد هاي ريفرش اوكي وجيت دخلت الفيرست نيم انا دخلت اللاست نيم علي ودخلت الباسورد بديش اقول لكم شو الباسورد وجيت عملت كليك على سبمت مباشره اللي قاعد بجنبي راح يعرف شو الباسورد اللي انا دخلته دخلت 5 اي 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 اللي موجودات عندنا هون شايفينها دخلت 5 اي 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 بهذا الشكل تمام وهذا اكيد مش منطقي ان نخفيها كيف بدي اخفيها طبعا هون في اتريبيوت ثانيه بتيجي بتحدد نوع الميثود الميثود اللي بتمرر البيانات وبتظهرها باليو ار ال والسكيورتي تبعها مش ما في لها سكيورتي جيت زي ما احنا عاملين هسه عم نمرر البيانات اللي بتخفي اسمها بوست فلاحظوا لو استخدمت انا البوست هاي هي رجعت باك للفورم الموجود عندي هاي الصفحه وجيت دخلت له انس اوكي هاي ريفرش هاي جيت دخلت له انس دخلت له علي وهاي الباسورد ما قلت لكوش عنها وعملت له ارسال لدو اللينك ما ظهرت اشاره الاستفهام وبعدها البيانات ليش؟ لان استخدمت البوست والبوست الغايه منه ينقل اكبر عدد من البيانات بالاضافه الى انه بحميها ما بظهرها في اليو ار ال فوق عندك. اتمنى انها تكون الفكره بالنسبه للفورم وضحت وهذا الكلام مشروع عندك في السلايدات وهاي البوست وهاي الجيت الميثود اللي بينزل على كجزء من اليو ار ال جونا وهذا بوديها وبخفيها داخل الباكيت للهيدر اللي موجود عندك. احنا ايضا بيجي واحد بده يفتح ملف مثلا بده طلب منك وانت تعمل اكاونت تحمل لي صورتك زي ما بصير على الفيسبوك طيب كيف انا ممكن احمل فايل واخزنه على السيرفر اللي موجود عندي واخزنه واستخدم هذا الفايل طيب شو الاوبشنز اللي لازم يظهر لليوزر هو نوع من انواع الانبوت يا جماعه ولكن هذا الانبوت اسمه فايل يعني الان لو اجيت هنا خليني قبل البوتون خليني افتح انا برضه انبوت اوكي خلينا نفتح تي ار جديد مشان تضل الامور منظمه اوكي داخلها تي دي جديد بداخله لاحظوا انبوت من نوع فايل كنترول اس خزنته طبعا بتقدر تعطي اسم زي ما قلنا شو اهميه الاسم لدي الان شو ظهر لي اوكي ظهر لي هذا الاوبشن اللي موجود عندنا ارسال تمام فوقيها شو ظهر لم يتم اختيار اي ملف اختيار راح تفتح شاشه البراوز اخترت هذا الملف لدي كيف هذا تمام وبالتالي انا بقدر اخذ هذا الملف واحمله مين عندي على الفولدر او على السيرفر الموجود عندي هذا الويب سايت وهذا اللي بيصير بس بالفيسبوك تحمل الصوره تبعتك وبيخزنها عنده على السيرفر تبعه والسي في وبس يطلب منك المواقع الالكترونيه تحمل اي ملف بنفس الطريقه هذه اوكي وهي شو اسمها انبوت من نوع فايل فيظهر لك هذا الملف وبتختار اسم الملف اللي انت بدك اياه واللي اوريدي بدك تحمله على السيرفر او تستخدمه عندك تمام احنا قبل شويه قبل في التكوز كنا نكتب تكست بوكس كنا نكتب قبليها ما يسمى مثلا على سبيل المثال كالتالي كنا نكتب ليبل عادي مثلا هاي معناها ابلود فايل كنا نيجي نقول له ابلود فايل بهذا الشكل كنترول اس خلي يحمل لي هذه الصفحه هي يحمل لي ابلود كيف ابلود فايل فظهرت النص بجنبه احيانا انت بتضطر انك تغير هاي الليبل بس تيجي تعمل كليك على بوتون طيب انا شلون بدي اغير على هاي الليبل شلون انا بدي اصلها هذه بنسميها النص اللي بيظهر هيك تعريفي لليوزر بيعطي معلومات لليوزر زي كلر رينج فيرست نيم لاست نيم جندر وريفر هاي بنسميها يا جماعه الخير ليبل بنسميها ليبل الان هاي الليبل اللي موجوده عندنا انا ممكن اعطيه تاج اسمه ليبل بهذا الشكل واحصره بين الفتحه والتذكير تمام هاي ليبل
بعد ما اعطيته ليبل، طب كيف بدي اعرف انه هاي الليبل يا جماعه لهذا الانبوت اللي بدي ازخر فيه؟ طبعا شو الهدف منها؟ اني اربطهم الثنتين مع بعضنا. بيجي معها اتريبيوت اسمها فور، والفور هون بعطيها نفس القيمه اللي انا بعطيها بالنيم هون، شايفينها؟ فهاي اف نيم واف نيم، صاروا هذول الاثنين مرتبطات ببعضهم البعض. طبعا على الديزاين مش راح اغير لك ولا شيء، تفرج على الديزاين ما غير شيء، ظل الظاهر فيرست نيم وهذا التكست بوكس ما غير. لكن هاي شو الهدف منها؟ لغايات برمجيه للناس اللي بيستخدم، بس نيجي للجافا سكريبت بتظهر اهميتها. وبس نيجي يا جماعه الخير نحكي عن السيرفر، طبعا في هذا المساق مش راح نحكي عن البي اتش بي والسيرفر، بس راح نحكي عن الفرونت ديزاين، راح تظهر اهميتها وكيف اليه استخدامها. بس لازم نعرف انه انا بنشئها بقدر اربطها اما من خلال النيم او من خلال الاي دي. على فكره يعني انت هنا الاي دي مثلا اجيت قطيته اي دي معين داخل هذا، برضه نفس الشيء، اما النيم او الاي دي، قلت له الاي دي مثلا اف اف اف، هون بقدر اقول له هذه الاف اف اف، معناته هاي مرتبطه مع هاي اما من خلال الاي دي او من خلال النيم، ما بتفرق. بس يفضل كمان استخدام من خلال الاي دي، لانه الاي دي دائما يونيك، النيم ممكن يتكرر زي ما صار معنا بالجندر على سبيل المثال. لاحظوا هنا بالباسورد برضو اعطاها فور ليبل عادي ما فيهاش، تظهر كلمه باسورد بعدين بيظهر هذا الاي دي وحطه هنا، بس حيأثر على الديزاين؟ مش راح يأثر على الديزاين اي شيء نهائيا. تمام، اتمنى انه هاي تكون المعلومه وضحت للجميع. لهون في حدا عنده سؤال استفسار توضيح؟ اوكي ممتاز ممتاز. راح نحكي الان عن الفيلد سيت او ما يسمى الفيلد سيت. خلينا نحكي على الفيلد سيت. احنا احيانا بنيجي نعمل مثلا جزئيه ندخل فيها معلومات اليوزر، نيجي بنعمل جزئيه ثانيه ندخل فيها الفيرست نيم واللاست نيم والشغلات الثانيه، نيجي بنعمل جزئيه ثالثه ندخل فيها المعلومات الشخصيه. طب انا كيف بدي اعمل جروبينج، اجمع هالمعلومات المشتركه مع بعضها البعض، او الاماكن اللي بدي ادخل فيها اليوزر ويعرف شو يدخل؟ باجي نلجأ لعمليه تنظيميه، بجمع حتى المعلومات اللي بدي اياها بفيلد تكست زي ما احنا شايفين على سبيل المثال هون. اوكي، وهذا الفيلد تكست الموجود عندنا بعطيه حتى اسم عنوان، تمام؟ فبتطلع الامور وكانها منظمه داخل هذا الفيلد تكست اللي موجود عندنا، هذا بنسميه جروبينج. تمام، جروب تكست على سبيل المثال، خليني افرجيك كيف خلينا نساويها مع بعض. اجيت قلت له انه دائما بدخل الفيرست نيم واللاست نيم والباسورد والبيرث ديت والايج والبايو لغاية تونا مثلا بكفي، هذول معلومات بسميهم personal information، معلومات شخصية. أنا بدي أعملهن grouping يا جماعة، كيف بدي أعملهن grouping؟ لدو بس خليني أشيل البوردر تبع هذا لأنه يعني مصعب القراءة شوية، فهيك بتصير الأمور أريح بالنسبة لقراءة الفورم، شايفين؟ أوكي، حطيت البوردر زيرو. الآن جيت قلت له هون بدي داخل الفورم، طبعا أنا داخل الفورم، جيت قلت له بدي أعمل إشي بدي أسميه فيلد ست، وهاي الفيلد ست مين الفيلد اللي بدي اجمعهم واحطهم بجروب واحد او مجموعه واحده؟ بدي احط تبعت الفيرست نيم، بدي احط تبعت اللاست نيم، الباسورد، بير ديت، الايج والبايو لهون، تمام؟ عند هذا التسكيره هون فقلت له سكر لي الفيلد ست هون، فهذول كلياتهم صار داخل الفيلد ست اللي موجود عندنا على سبيل المثال، اوكي؟ بهذا الشكل. الان هذول الفيلد ست خلوا برا هذا الفيلد ست، بريكم الان انا شلون بدي اجمعهن واعطيهن عنوان. اول شيء مشان اعطيه عنوان لازم اعطيه عنوان بالطريقه التاليه، تمام؟ الا وهو بقول له في ليجند، ليجند هون بعطي عنوان، مثلا هاي بدي اسميها المعلومات الشخصيه بيرسونال انفورميشن، بهذا الشكل، هاي البيرسونال انفورميشن، تمام؟ هذه سميناها بيرسونال انفورميشن، حطيت بداخلها الليجند وحطيت داخل فيلد ست. طبعا هن بس شوية، أوكي. الآن هو بيظهر داخل الفيلد ست، مجرد أنا ما حطيتهم باللجنت، هاي شايفين ملت فيلد ست، بعدين حطيتهم أنا داخل هذا الفيلد ست الموجود عندنا. هو جوز بس لأنه مشكلة التيبل وأنا حطيتهم داخل تيبل، فهذا سبب المشكلة بالديزاين، أو خلينا نقول مش لازم أعمم بطريقة أحسن، بس أنا بدي أبين لك إياها مشان تشوف أنت كيف انه هاي الفيلد ست. قلت له كل التيبل عشان بس اجمعها عشان تبين معك بطريقه احسن، واسكرها بنهايه التيبل، هيك بضمن انه جمعتهم هذول كلياتهم. هاي بعد التيبل جمعتهم داخل الفورم بفيلد ست وحده، تفرجوا حط لي اياهم يعني كلياتهم داخل فيلد ست بيرسونال انفورميشن. بقدر افتح فيلد ست ثاني الان، تمام؟
اوكي وقول له مثلا هون بدي اعملها لجنت عنوان واقول له هاي مثلا بزنس انفورميشن. بزنس انفورميشن تمام. فرجوا راح يعمل لي اكيد واحد تحتيه مختلف تماما. الان برضه بداخله بقدر احط الانبوت اللي انا بدي اياها، مثلا احط اللي من نوع تكست، ادخل البيانات اللي بدي اياه وهذا الليبل تبعته اذا انت حاب انك تحط ليبل، وخليها من نوع ليبل على سبيل المثال. الليبل شو بدي فيها؟ الليبل فور خليها اي دي ار ار، وهون لازم اعطيه اي دي، لا تنسوا نفسه RR مشان يكون مرتبطات. وشو الليبل فيها؟ مثلا دخل معلوماتك على سبيل المثال شو اسمه الكابتشا اللي هو اللي بيظهر مرات اللي الكود اللي بطلوب منك السكيورتي كود. نفرض اني قلت لك دخل الكابتشا، دخل اي شيء بدك اياه على سبيل المثال. اوكي هاي تكست بوكس، لاحظوا هذا فيلد ست وهذا فيلد ست، فعملت جروبينج للمعلومات المشتركه مع بعضهم البعض داخل اطار واحد، هذا بسموه field set. اوكي احيانا طبعا في عندنا خصائص ثانيه موجوده اوكي الا وهي زي الكيسه كي اكسس، يعني بس تضغط على اف 8 شو يعمل، اف 9 كنترول اس مش بتعمل سيف، كل هاي الامور تقدر تربطها باي ذا واي. راح نشوف كيف هذا الحكي وراح نشوفه بالذات في جافا سكريبت. في عندنا خصائص ثانيه موجوده في التكست بوكس وغيره وغيراته، مثلا في عندنا خاصيه اسمها ديسيبل وخاصيه بنسميها ريد اونلي. هذول الخاصيتين يا جماعه بيجي مع التكست بوكس ومع اي واحد من الاتريبيوت اللي احنا ذكرناه. تعرفوا شو الفائده؟ بدي انت تنظروا تشوفوا لي شو الفرق بس استخدمها. اجيت قلت له هون بدخل الفيرست نيم، هي قاعد بدخل الفيرست نيم. اجيت لنفرض انه انا طلبت منك انك تدخل الايج صح؟ رقم او الفيرست نيم بدك اياه، لكن انا مجبرك على قيمه معينه او انك تشوف قيمه معينه، مثلا استخدم الضريبه لكن نسبه الضريبه 17%، هل انت مسموح لك انك تغير او تدخل نسبه الضريبه؟ لا، بعطيك اياها الرقم مباشره على سبيل المثال. لاحظوا لو اجيت انا قلت لك هون داخل هذا الفورم مباشره قلت لك يا جماعه هذه الفيرست نيم اللي موجوده عندنا هنا اللي كنا ندخل على الانبوت تبعها ريد اونلي، وهي القيمه تبعتها ريد اونلي، سيف ريفرش. فرجوا بقدر اكتب فيها؟ لا ما بقدرش اكتب، ليش؟ لانها صارت للقراءه فقط. الان لو مظهر فيها قيمه مثلا فاليو بقدر بس اشوف الفاليو، الفاليو قلت له هذه يور نيم على سبيل المثال بس. اما لاني حطيت تريد قول لي بس للقراءه فقط، اتفرجوا ما بقدر اعدل عليها نهائيا، ما بقدر اعدل عليها نهائيا اتفرجوا، ولا بقدر غير اختارها، واذا بدي اعمل لها كوبي رايت كليك فقط لا غير. وفي عندنا خاصية ثانية مش بس الريد اونلي، لنفرض اجيت على اللاست نيم ماشي وقلت له هنا ديسيبلد واعطيت الفاليو ديسيبلد لدو، كيف راح تغير شكلها؟ ريفرش قلت له كيف بينت خافتة، وحتى بقدرش اختارها ولا اعمل شيء فيها نهائيا. ديسيبلد يعني تبطل فعالة تماما وانت بتظهر فيها قيمة معينة. لنفرض قلت له هنا في اللاست نيم حط فيها القيمة اللي انت حاب تظهرها لليوزر، طبعا شو اتفقنا الاتريبيوت فاليو اللاست نيم هي القيمة اللي راح تظهر. اوكي سيف ريفرش، لاحظوا ظهرت بس طلع كيف باهته، ما بقدر اعمل فيها ولا شيء. ريد اونلي وكانها نص عادي بقدر اقرا وكوبي بيست والى اخره، هاي ديسيبلد ولا بقدر اعدل عليها نهائيا. هذول خصائص بقدر استخدمها مع التكست بوكس وهذه مشروحه معها. الريد اونلي بقدر استخدمها مع تكست اريا وبقدر استخدمها مع الانبوت من نوع تكست وتشيك بوكس والريد اونلي بس، ما بقدر استخدمها مع البوتن. دير بالك ما بتقدر تستخدمها مع البوتن نهائيا، بس بقدر استخدم مع الديسيبل. ديسيبل يعني انه هذا البوتن غير فعال، انت مرات بتدخل قيمه او خلينا نقول تدخل ما بتقدر تعمل كليك على سبمت الا انك تدخل اليوزر نيم والباسورد على سبيل المثال. اوكي بقدر استخدمها مع الخصائص الثانيه. هاي الريد اونلي وكيف انه طبعا شو الفرق بيناتهم؟ مثلا بالريد اونلي بقدر اغيرها بالجافا سكريبت، يعني بس اعمل كليك كون غير لي القيمه اللي موجوده داخل التكست بوكس كذا، اما بالديسيبلد ما بقدر اغيرها ولا اقدر اتحكم فيها ولا حتى بالجافا سكريبت. هاي بيتم ارسالها للسيرفر، هاي ممكن احط عليها الماوس واضللها زي ما عملت انا، ممكن اعملها كوبي، اما بالديسيبلد ما بقدرش ولا اعمل اي خاصيه. فهذا الفرق بين الديسيبلد وبين الريد اونلي. تمام حكينا عن الجيت ميثود، بديش ارد اعيدها، وهي نوع من انواع الميثود واللي بتمرر وتظهر لك داخل اليو ار ال، تتذكروا زي ما قلنا اليوزر نيم والباسورد انس والباسورد كذا واللاست نيم وكل هذه التفاصيل، وانت جرب تطبقها بنفسك حتى تفهمها اكثر.
تمام؟ وهاي الشرع عنها إنه بمررها من خلال الـ URL، وأنت بستعمل له قبل تكون مكشوفة، ما فيها نوع من أنواع السيكوريتي. البوست يا جماعة لا، تخفي لك إياه، ما بظهر لك إياه داخل الـ URL، بس بحطها داخل الباكيت الـ HTTP، يعني ما تبين داخل، وفيها نوع من أنواع السيكوريتي، محمي البيانات اللي بنقلها عن طريق تشفيرها. هذا البوست للدوكيه بيشفر البيانات وبخفيها، أما الجيتل بتكون كل الأمور ظاهرة لليوزر. هذا التشابتر اللي بتعلق بالـ HTML والبوست والجيت، وكيف أنا بدي أعمل فورم وكل خصائص الفورم اللي موجودة عندنا ونتحكم فيها وشو أنا أوامر الفورم. أوكي، هذا الجزء الثاني اللي بتعلق بالفورم، وهيك بنكون أنهينا أهم خصائص الفورم. بس حبيت أني أتذكر خاصية مهمة جدا، مرات أنت بتيجي على حقل بتلاقي مثلا دخل على سبيل المثال الباسورد، وبتلاقي بجانبها مثلا ستار لونها حمراء زي هيك، صح؟ وإذا عملت كليك على حقل بقول لك هذا الحقل ما بتقدر تتركه فاضي. طب كيف بدي أجبر اليوزر أن يدخله؟ في عندنا خاصية بتيجي مع كل الأوبشنز اسمها يا جماعة required. شو اسمها؟ required. شو يعني required؟ required يعني حقل إجباري. يعني تفرج الآن لو إجيت أنا هاي password أوكي، وهاي الباسورد هون حطيت له خاصية اسمها required، شايفينها؟ إجينا عملنا كليك refresh، إجيت عملت له إرسال، تفرجوا شو قال له؟ يرجى ملء هذا الحقل. طيب شو عرف إنه يرجى ملء؟ لأنه نكاتب له حقل إجباري، مستحيل يسمح لك إنك تنتقل أو تعمل submit إذا ما حبيت هذا الحقل، وهذا بنسميه إجباري، وهاي الخاصية اللي بنستخدمها اسمها required. أنا حبيت إني أذكرها لأنها من أكثر الخصائص اللي مستخدمة واللي بتمر علينا واللي لازم إحنا نكون فاهمين مبدأ عملها.